طبعا احنا الحملة الخاصة برجع الطبيعة لطبيعتها هي جزء من المبادرة الرئاسية الخاصة بإتحضر للأخضر تحت رعاية رئيس الجمهورية. تهدف الحملة بتاعت رجع الطبيعة لطبيعتها للتوعية بمخاطر تغير المناخ قبيل استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ الكوب 27. الحملة لها ثلاث أهداف: واحد، التعريف بما هو تغير المناخ، تأثير تغير المناخ على حياتنا وعلى المواطن وعلى مصر. ثلاثة، الإجراءات اللي قامت بيها الدولة من مشروعات قومية وتدخلات وخطط مستقبلية للتصدي لآثار تغير المناخ رغم أن انبعاثاتنا أقل من 1%. أربعة، دور المواطن بالممارسات الصحيحة اللي يقدر أنه هو يقوم بيها للتصدي والمشاركة في آثار تغير المناخ. في ثلاث مسارات بنتحرك فيهم: المسار اللوجستي وهو التحضير للمؤتمر بناء على اتفاقية الدولة المضيفة وتجهيز قاعة المؤتمرات والمنطقة الزرقاء لاستقبال الوفود والحكومات والمنظمات الدولية، والمنطقة الخضراء وهي تخص الحكومة المصرية وبيكون فيها الأماكن لتجمعات المجتمع المدني، الشباب، المرأة، المجتمع المحلي والمشروعات القومية والقطاع الخاص لإظهار الجمهورية الجديدة. نمرة 2، الجزء الخاص بالرعاة ومشاركة القطاع الخاص، وده تابع للسيد وزير المالية وبنتابع في مشاركات القطاع الخاص وما هي آخر الابتكارات اللي ممكن إن هم يظهروها في هذا المؤتمر سواء قطاع خاص مصري أو دولي. في ظل كل ما يحدث في العالم حوالينا بنعاني من مشاكل لسه موجودة في بعض الدول على كورونا، أزمة اقتصادية، أزمة برضو سياسية، قادرين ان احنا نكمل المشوار ده في وقت قليل جدا وان احنا نثبت ان الجمهورية الجديدة هي فعلا جمهورية جديدة برغم كل التحديات. هنمشي وهنكمل المشوار ومعانا اعلامنا المصري اللي قادر ان هو يعني يطلق بينا الرسائل اللي العالم كله يقدر يسمعها واللي المواطن يحس بيها عشان يعرف ان المؤتمر ده وجوده عندنا مش مجرد مؤتمر وخلاص، ولا هو حدث تاريخي ولا هو حدث جلل ولا هو كمية المشاركات، هي اظهار مصر والجمهورية الجديدة وتقديم مصر بصورة جديدة انها بتعمل اللي عليها وزيادة، وان المواطن يبقى حاسس انه ممكن يبقى مشارك لان تغير المناخ هو بيشوفه كل يوم بس هو مش عارف المفروض ان هو يعمل ايه.